with you, Michelle Malmonier. Today, let's start with connect. Plus 2, unit 2. Let's get fat. Nardam adnam and I connect the plus 2. That's it, Danny. Let's get fat. Let's start with a new word. So, I'm going to say, اوكي انا هحاول قدر الامكان انا مش هقول المعنى بالعربي لان الصور واضحه جدا بس نركز مع بعض في البرونسيشن اوكي ليتس ستارت arm 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 peak 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 face 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 اوكي فيت 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 وهنا ناخد بالنا بس يا اولاد هقول لكم معلومه فيت بقولها لقدم رجلي الاثنين بقول فيت لكن لو قدم رجل واحده بقول very good excellent foot 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 teeth teeth ناخد بالنا بنطلع لساننا في الاخر خالص في التي اتش حاجه بسيطه teeth teeth okay wang 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 tall tall so what is the opposite of tall okay very good excellent short 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 old old so what is the opposite of old excellent young 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 okay دي كانت new words الكلمات الموجودة معايا النهاردة في connect plus 2 unit 2 okay هنا هناخد مع بعض يا ولاد the conjunctions وهي أدوات الربط أدوات الربط عندي in English كتيرة جدا بس النهاردة بس هنركز عن هناخد and هناخد and اللي هو how to join two sentences بواسطة and إزاي بربط بين جملتين باستخدام and هنا أنا عندي she is old she is slow هنا عندي sentence وعندي another sentence so we have here two sentences she is old هي كبيرة في السن she is slow هي بطيئة أنا عايزة أربط ما بين الجملتين دول باستخدام and هتبقى الجملة she is old and slow she is old and slow هي كبيرة في السن وبطيئة عرفنا ازاي بنربطها سهلة جدا وبسيطة اوكي هنيجي مع بعض بقى present sample keywords في الفيديو الاولاني في unit 1 احنا اخدنا مع بعض present sample المضارع البسيط هنا ناخد مع بعض keywords مفاتيحه وازاي نستخدمها هنا عندي اول مفتاح معايا always وهي دائما لما بقول مثلا I walk to school every day I always walk to school هو بيروح ماشي للمدرسة كل يوم معناها ان هو always walk to school عادة بيروح للمدرسة ماشي اوكي يبقى always حاجة انا بعملها على طول دائما يعني اوكي I have here another keywords هنا عندي usually اوكي معناها احيانا I usually walk to school عادة او احيانا بيمشي للمدرسة لكن on Tuesday I take the bus لكن يوم الثلاث هو بياخد الأتوبيس طيب معايا كمان هنا often أحيانا I often walk to school هو أحيانا بيروح المدرسة مشي يعني أوقات وأوقات أكيد ما بروحهاش مشي مش على طول زي always أوكي ناخد بالنا بس ونفرق في المعنى هنا عندي sometimes يعني أوقات وأوقات I sometimes walk to school أوقات بيروح المدرسة ماشي أوكي هنا عندي never اللي هي الحاجة ما بتحصلش أبدا I never walk to school أنا ما بروحش المدرسة ماشي أبدا ممكن بياخد أي وسيلة مواصلات أخرى لكن ما بروحش المدرسة ماشي أوكي ده كان الجزء الخاص بـ present simple keywords هنا عندي healthy or unhealthy صحي او غير صحي طب احنا عارفين الاكل الصحي ايه هو والunhealthy ايه هو طيب هنا عندي جزء الخاص بالreading نركز مع بعض Jana is healthy and fat she usually eats healthy food she does lots of exercise she plays sport with her friends she
sleeps for 10 hours every night. جنى هي بنت هيلثي بتحافظ على جسمها بتاكل عادة أكل صحي بتعمل إكسرسايز التمارين كتيرة جدا وبتلعب رياضة مع أصحابها وكمان بتعمل حاجة مهمة بتنام حوالي 10 ساعات كل ليلة. طيب دي كده healthy. تعال نشوف مع بعض الولد بقى الـ unhealthy. هنا عندي شريف is unhealthy. He often eats unhealthy food. He doesn't do lots of exercise. He usually watches TV. He sleeps for 5 hours every night. شريف بقى عكس طبعا جنى بياكل أكل غير صحي ما بيعملش أي تمارين بيتفرج على TV على طول وبينام بس 5 ساعات كل ليلة. مهم جدا ان ناخد كفايتنا من النوم يا ولاد. طيب نيجي مع بعض هنا بقى للفونكس. هنا عندي لما يجي لي دبل او في اي كلمه بنطقها او زي فوت فوت فوت. اوكي طيب لما يجي لي بقى هنا دبل اي مع بعض بنطقها اي لايك فيد فيد فيد. اوكي اخر حاجه معايا النهارده في الفونكس الاي مع ال ال بنطقها all like tall all tall. اوكي ده كان الدرس بتاعنا النهارده unit 2 connect plus 2. كان معاكم الشيماء منير. Thanks for watching and see you soon. Bye.